متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم. احنا الان تنتواجدوا في مقر ولايه جهه الدار البيضاء سطات. المناسبه هي انعقاد اليوم الخميس 4 ماي 2023، الدوره العاديه لشهر ماي لمجلس مدينه الدار البيضاء. مجلس مدينه الدار البيضاء اللي تتبع لي واحد مرفق رياضي مهم في العاصمه الاقتصاديه، يتعلق الامر بملعب محمد الخامس. هذا الملعب اللي اثار في الايام الاخيره موجه من ردود الفعل المختلفه حول الاحداث وسوء التنظيم اللي عرفته مباراه الرجاء والاهلي برسم عصبه الابطال الافريقيه. شكون اللي تيتحمل المسؤوليه؟ واش هذا الملعب ايضا تحول الى نفطه داخل مدينه الدار البيضاء؟ اجي نشوفوا واش قالوا المنتخبين حول هذه النقطه هذه. سي مروان، ملعب محمد الخامس الفضائح ديالو تتكرر، واش الملعب تحول الى نفطه في مدينه الدار البيضاء؟ هو هذا الملعب هو ولا اشكال كبير حقا، ماشي الملعب هو تدبير الملعب. ان الملعب هو جوهره اللي كيفتخروا بها البيضاويين كاملين، ولكن تدبيره وطرق تدبيره اللي ولا فيها اشكال. وكتعرفوا بان المشكل اللي وقع في ملعب محمد الخامس ماشي وليد اليوم، فراه السنه الفريق توقع اشكال، وقع مشكل، وتكلمنا في مجلس المدينه وطالبنا بفتح التحقيق وطالبنا بمساءله كازا ايفنت، وقالوا لنا درنا لجنه تتبع، قلنا لهم عطونا التقرير ديال لجنه تتبع، الى يومنا هذا ما عندناش تقرير ديال لجنه تتبع. اليوم كتوقع كارثه، كتوفى مواطنه بيضاويه اللي في ظروف سيئه وفي ظروف ما كتحترمش كرامه المواطن. طبيعه الحال هذا الملعب المشكل كان فيه مجموعه من المتدخلين اللي شاركوا في هذا المشكل اللي وقع، وهذه الوفاه اللي وقعت السيده. ولكن المشكل المسؤول الاساسي واللي للاسف اللي كنستغربوا ان مجلس المدينه وهو المالك للملعب ما خرج ببلاغ، ما خرج بتوضيح، ما اعطى المواطنين وجهه نظره الى غير ذلك. كذلك شركه كازا ايفنت في القانون هي تابعه في تدبير مجلس المدينه، كازا ايفنت مسؤوله بشكل مباشر على التدبير، وكاينه مجموعه من الخروقات اللي كتوقع في الملعب اللي مسؤوله على مجلس المدينه. الا بغيت نشرحها لك رانا نعطيك المسائل. فالان الناس كيتكلموا على المسؤوليات، مسؤوليه مجلس المدينه ثابته، كتعرفوا بان المسؤولين على كازا ايفنت ومعاهم شركه كارا ما كيفاليديوش التيكي، وهذوك التيكي اللي ما كيتفاليداوش راه واقف واحد كيتسلمهم مباشره وكيعاودوا يخرجوا يتباعوا للمواطنين اخرين. كذلك الشركه كتخلي نفس اللون ديال التيكي، والامن ملي كيدير الحواجز بعيده على الملعب باش يفلتري الناس اللي عندهم التيكي كيهزوا التيكي، وهي راه ديال مقابله قديمه بنفس المقابله. كاين مجموعه من اللي دخلوا اللي كاين في الملعب مسؤول عليهم كازا ايفنت، وبالتالي هي مسؤوله مباشره بالاضافه لباقي المسؤولين، ولكن عليها مسؤوليه خاص الان تحقيق وخاص بركه. الله يجعل البركه، خاص هذه الشركه تعطي اثقار للملعب لان فشلت فشل ذريع في تدبيره. مشكل الملعب ديال ملعب محمد الخامس ولا كيشكل عبء وكيشكل نقولوا خطر، ولكن ولات نقطه سوداء في مدينه الدار البيضاء على جميع المستويات. وبالتالي اليوم تاخرنا بزاف، والطاقه الاستيعابيه ديال الملعب ديال محمد الخامس غير كافيه لاستقبال الالاف والالاف من الجماهير، وخاصه في المقابلات الكبرى ولا المقابلات الدوليه. وبالتالي حان الوقت في التفكير في بناء ملعب الطاقه الاستيعابيه ديالو تفوق 100,000 نسمه. هو صعيب نلقيو باللوم على الملعب نفسه، وكيخصنا نسألوا المسؤولين، المسؤولين بمختلف الأصناف ديالهم. يعني الشروط ديال تنظيم التظاهرات هي مسؤولية مشتركة ما بين السلطات وما بين الشركة المخول لها تدبير مركب. في اعتقادي في غياب المعطيات ما نقدرش دابا الان نتحفظ، لانه في غياب المعطيات الكامله والواضحه والصريحه يمكنناش نجزمو في تحديد المسؤوليات، وان كانت المسؤوليه متقاسمه. كاينه مسؤوليه حتى ديال المسؤولين على مجلس المدينه باعتبار ان هذاك مرفق في الملكيه ديالهم، وكيظهر لي بانهم ما قايمينش بالواجب الكامل في اطار المتابعه والتتبع ديال تدبير هذا المرفق. احنا كفريق عداله وتنميه طبعا لما فوجئنا بما وقع وفاه روح، هذه خساره كبيره ما يمكنش نتخيلوها بمناسبه ديال الفرح وديال الابتهاج وديال الاحتفال وديال الاحتفاء وديال الترفيه الا بغينا نقولوا ديال الفرجه. نوليو عندنا المآسي وعندنا الارواح كتموت، واللي تعطب راه تعطب، باقي ما ماتش والى اخره.
لذلك بادرنا الى طلب عقد اللجنه ديال الشؤون الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه والتنميه البشريه باش نرجعوا ما نوقفوش فقط عند الشروط التنظيميه وانما ايضا على الحصيله ديال التاهيل، لانه هذا الموضوع ديال تاهيل المركب الرياضي محمد الخامس كثر حوله الكلام، كنسمعوا على مبالغ ماليه كبيره وكتزاد وكتضاف، كنتفاجئوا باغلاق المنطقه 6، كنتفاجئوا من قبل بانه استثني المركب الرياضي محمد الخامس ديال العاصمه الاقتصاديه المملكه من احتضان تظاهرات ديال نهائيات كاس العالم للانديه، ما عرفناش واش غيكون ضمن الملاعب اللي غتستقبل ان شاء الله يعني النهائيات ديال كاس افريقيا للامم، نتمنوا اننا نكونوا هذا، ما عرفناش واش غيكون ضمن الملف ديال الترشيح لاحتضان نهائيات كاس العالم في 2030. احنا هذا الشيء للاسف هذه سنه تقريبا سبق لنا طالبنا بهذا الموضوع وصدقا على توصيه كمجلس بالاجماع، للاسف الشديد المسؤول على هذا المجلس بغاوش يعقدوا هذا الاجتماع. يعني المساله الاخرى هي انه لما احنا قدمنا هذا الطلب كنتفاجئوا بانه العمده دعات الى عقد لجنه ديال التتبع، في الوقت اللي هذيك اللجنه التتبع المهام ديالها محدده في تتبع واحد الاتفاقيه ماشي الشؤون ديال المركب كامل. لذلك احنا مازلنا كنأملوا باش انه يتم الاستجابه للطلب ديالنا ويتعقد اجتماع تاع اللجنه ديال الشؤون الاجتماعيه، وحنا طلبنا باش يكونوا فيها جوج المحاور، المحور نتكلموا فيه على الحصيله ديال التأهيل والمرافق و و و ومنطقه 6 وكذا الى اخره، وثانيا نشوفوا يعني الظروف التنظيميه ديال مختلف التظاهرات واساسا هذه اللي كانت ما بين الرجاء والاهلي باش نعرفوا شنو وقع. هناك من يقول بان الضجه المثاره حول ملعب محمد الخامس المستفيد الوحيد منها هو لوبي العقار اللي تتربص بهذه المنطقه، البعض يقول بان لوبيات العقار يتربصون بالمكان اللي في ملعب محمد الخامس وان كل ما يقال على الملعب هذا هو من اجل ومصلحه هذا اللوبي تاع العقار. واش نلقاو كل مرة تيموت واحد والناس كت لأن ملي تيبغي الواحد تيمشي للملعب علاش تيمشي للترفيه؟ ولكن الظروف ديال باش يمكن لي يدخل غير مريحة ما كيلقاش ذاك، تالي النظام والتدبير ديال الملعب طارح مشكل، وبالتالي أنا التفكير المنعشين العقاريين ولا مافيات العقار ولا هذا متجاوز. اليوم الدار البيضاء في حاجة إلى ملعب كبير بغض النظر على الخلفيات من غادي يبقى واش غادي يتحول واش غادي يريب هذا موضوع اخر، ولكن اليوم واش غادي نبقاو مكتوب في الايدي كان عندنا التفكير راه المافيا العقار تتربص بهذا ونبقاو حنايا كل مره، وخاصه ان مثل هذه الاحداث اللي وقعت استغلتها الجاره الشرقيه والاعداء ديال الوطن استغلوها وتروجوا ضد المغرب انه غير قادر على تنظيم تظاهرات قاريه ودوليه. انا ما كنبغيش ندير المقارنات، سير الملاعب الكبرى ديال الانديه الكبرى في العالم، سير برشلونه مثلا ولا مدريد، فين كتلقى الملعب؟ راه كتلقاه في القلب ديال المدينه ومحيط سكني، ولكن شنو اللي كيدير الفارق؟ جوج الحوايج، الاولى انه يعني الا بغينا نقولوا المنظومه التنظيميه ديال مختلف التظاهرات كتكون محكمه ومضبوطه والى اخره، وثانيا عندك الجمهور انه مؤطر ومنظم وكاينه ثقافه وكاين وكاين وكاين، بحيث يمكن يكون عندك واحد نهائي عالمي من درجه كبيره بين انديه عالميه، ويمكن الملعب كيبقى فارغ الى حدود اربع ساعه قبل من انطلاق مباراه، في اربع ساعه كيعمر، في اقل من اربع ساعه كيخوى والامور الناس فرحانين وكيجيو بالعائلات ديالهم الى اخره، لانه كيف ما قلت كاينه منظومه تنظيميه محكمه وكاينه ثقافه رياضيه وكاين تاطير ديال الجمهور اللي هو محكم، وكنظن بان هذا الشيء حنايا بالنسبه الينا ماشي بعيد علينا اننا ندركوه. المعلمه مركب الرياضي محمد الخامس هو معلمه صعيب باش الانسان يفرط فيها وصعيب باش الانسان بجره قلم يقرر يقول بانه كيخصو يتحيد من هنا. نستنفدوا بعدا المجهودات الاخرى المتعلقه بالتنظيم والشروط ديال التدبير و و و الى اخره، وديك الساعه الا استنفدنا هذا الشيء كامل وتبين بانه ما عطى حتى شي نتيجه، ديك الساعه كيمكن التفكير في اقتراحات من هذا النوع. وشوف هو كل شيء ممكن، لان ما يمكنش
هاد الدار البيضاء وبهاد المسؤولين ديالنا وبهاد الكفاءات اللي عندنا في المغرب قدرنا نزعوا عدد مشاريع كبار في المغرب، قدرنا نعطيو صوره جيده للمغرب وما قدرناش نلقاو حل الملعب محمد الخامس. هاد الملعب محمد الخامس هو فيه ان وفيه تدبير سيء، واش مقصود واش غير مقصود. حنا باش نكونوا مسؤولين كمنتخبين حنا كنعتبروا تدبير سيء ودون المستوى، وحال الوقت ما بقاش خصنا نقولوا حال الوقت انك كازا ايفنت تهز يدها على ملعب محمد الخامس.